قال لي اكمل انت مالكش شخصيه. قلت لهم ان شاء الله هيبقى ليا قريب. قالوا لي لا استعجلوا عليا. انا لوحدي يا جميله لوحدي. ماما ضغطاني، ماما ضغطتني، وكل حاجه في الشغل ضغطاني. عشان ايه؟ وبعدين انا مش هينفع ما انفذش كلامها. دي امي، امي. انا مش هنسى اللي انا اتعلمته. امي نداء محبتك، بل ان كل الحب ام. امي عطاء ذاخر في فلدها فلز كزم، في فلزها فلز خزم. فاهمة يا جميلة؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص انا اسفة. لا يا جميلة، انا اتعس واحد في الدنيا. خلاص بقى حقك عليا. لا لا، انا ما حدش حاسس باللي جوايا يا جميلة. طب خلاص انا فهمت. انا ما فهمتش يا جميلة. خلاص بقى، طيب ما تخلينيش اكره نفسي. لا اكره يا جميلة، عشان انا كمان بكره نفسي يا جميلة. مش عارف اعمل ايه. وبعدين دي امي، يعني امي يا جميلة. اعملها ايه؟ اعتبر ان مفيش حاجة حصلت. لا ما هو حصلت. مش حصلت يا جميلة. معلش سوري، والله سوري، بس انا مفيش حد جنبي يا جميلة. فترة كبيرة جدا قاعد في الشركة الطويلة العبيطة دي، وبنخسر بنخسر يا جميلة. انا بخسر كل يوم، بخسر. خلاص معلش خلاص بقى. الحمد لله. يعني انت خلاص كده مش هتمشي من الشركة؟ لا مش همشي. طيب الحمد لله. لازم اعيط، لازم اعيط عشان ما تمشيش من الشركة يا جميلة. معلش. ممكن تقبلي بقى عزومتي على غدا؟ ماشي. لا انت كده بقى بتمثل، وانا خلاص همشي. لا لا يا جميلة، تمشي ايه؟ طب وانا كل ما اقول لحد يتغدى معايا يفتكرني ان انا بمثل؟ خلاص بقى، خلاص. انت عارفة ان انا مأسور، يعني اسف. اول مرة ابكي قدام حد فعلا. بصي قد ايه، الحمد لله. ما اقولك، انا اول مرة افضفض قدام حد كده الصراحة، وافرفر قدام حد بالشكل ده بصراحة. وبجد يعني اختيارك للقميص بس برضه محمل لي حالة مش عارف ليه. فأنا متشكر قوي جميلة على اللحظات دي. اتفضلي على مكتبك. اتفضلي. وهتنسي ان انا صاحب الشركة يا هان. ده انا هرسمه كاريكاتير الكلام اللي قلناه ده. صباح الخير يا انسه جميله. صباح النور. مستر اكمل، هو انا جاي من العمر؟ اوعى كده. جميله الحقي. الحقي؟ مش انا امبارح انا وبابا كنا قاعدين بنتكلم في الموضوع بتاعك، وقلت له ان جميله ملهاش دعوه، وجميله وبابا ما عملش حاجه، وجميله دي بنوته جميله كيوته. قال لي خلاص يا اكمل، خلاص يا حبيبي، احنا بكره نروح لمامتها ونعتذر لهم ونجيب لهم حاجه حلوه بمبلغ كبير جدا. قلت له ميرسي يا بابا والحمد لله. لا يا اكمل، هو مفيش داعي. لا في داعي، لان انا وبابا عملنا مجهود كبير جدا امبارح. تيجي تضيعي انت في لحظه؟ مفيش داعي، خلص الموضوع خلاص. انا بقى اروح لبابي واقول له خلاص يا بابا انا رحت كلمت جميله وقالت لي لا مش عايزين حد يجينا. بلا باباك بلا عرف. ايه ده، انا قلت كده؟ اه اكمل، هو انت مش فاهم يعني الفكره؟ بس ان الست والدتك يعني ممكن. جميله تشيلي ماما من دماغي خالص؟ ممكن. مش انا ابنها، مش لاقي لها تفسير والله. انا خايف ادور الاقي دي مش امي، متبنياني مثلا. بص يا اكمل، انا مش حطها في دماغي، بس انا مش عايزاها تبقى متضايقه، خصوصا ان احنا بقينا جيران، وكمان انا بشتغل معاك هنا. يا جميله ماما هتتضايق والله. صدقيني انا عارفها اكتر منك. ده في اي مناسبه عندنا بنلاقيها مكشره قوي كده. في ايه يا ماما؟ فرحانه يا حبيبي كده، بتبقى عامله كده جميله. اكمل، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. لما تيجي نخش المكتب. هو انت على طول كده؟ بس مش هينفع هنا كده، انت جريئه قوي. اكمل، انت اوفر قوي على فكره. اديني فرصه اقول لك. ايه يا جميله؟ عايزه ايه؟ الخوف اللي مامتك بتخافه عليك ده خوف مرضي. يعني انا هتعدي؟ مش عارفه هتتعدي ولا لا، بس لازم تتعالج. انا ولا ماما؟ ركز معايا يا اكمل، مامتك هي اللي عيانه مش انت. في ايه يا جميله؟ انت عايزه تكرهيني في امي؟
اه يا جميله انت كده بتضغطي على نفسيتي، فانا اروح البيت اقعد افكر كتير. ماما خانقاني، ماما عامله لي دوشه، ماما مش عارف ايه، قوم جاي داخل عليها البيت، قوم جاي خانقها لحد ما تموت. او ماي جاد، زي ما انتوا زي ما انت على وضعكم كده. ايه ده؟ الله الله، حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده. لا يا رشيمه والله ده هي اللي جايه من غير بنطلون. ايه رايك بقى اروح اجيب لكم اتنين ليمون خلاط وعصفورتين كده خلي الجو يحلو؟ هو الجو بيحلو بالحاجات دي؟ دي قديمة قوي. بقول لك ايه؟ احترمي نفسك احسن لك. مش كفاية يا بنت اللي انت عملتيه في البيت جاية ورا لحد الشركة؟ لا، انت شكلك كده ما حرمتيش من المرة اللي فاتت وعايزة تتربي. لا جميلة انت استعجلتي. مين اللي استنى انت لو سمحت. نو انا متربية امي كويس قوي، انت اللي عايزة علقة تخرج من نافوخك. هرشيمة؟ في ايه؟ انت مش محترمة ان في ابن خالتك واقف؟ هو فين؟ فين ايه؟ هرشيمة؟ هرشيمة ايه هتاكليها زي البنت اللي فاتت؟ دي بالاحمر اللي هي لابساه ده انا عاملها معامله الكاتشب. حلوه. تاكل مين يا حبيبي وكاتشب ايه؟ انا هربيتي. بس يا عبط ده، ايه الهبل ده اللي انا فيه ده يا رب؟ بس يا رشيمه يا رشيمه امشي معايا، امشي خلاص خلاص بس يا بنت بس خلاص عيطي. مش عايزه اعيط. خلاص عيط يا عم. وسع كده مستر اكمل. بس في انت بتتفاجئ ليه بيا كل مره يا عم؟ يا عم مستر اكمل. ايوه انا مستر اكمل. فهمتي انا عاوزه منك ايه؟ ايوه حضرتك فهمت. حضرتك عايزه تعرفي كل حاجه بتحصل في المكتب من غير ما استاذ اكمل يعرف. ببعت لحضرتك التقارير اليوميه. صح مظبوط كده. بس حضرتك انا قلقانه، ده صعب قوي وبيزعق على طول، ولو عارف ان انا بعمل كده ممكن يمشيني من الشغل. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا شويه كده وهكون معاكي في المكتب. صحيح. ايوه صحيح. اهم حاجه ان انا عاوزه اعرف بالتفصيل الممل كل حاجه بتحصل في المكتب من ساعه ما اكمل بيخش الشركه لحد ما يخرج منها. بيخش الحمام امتى؟ بيخرج امتى؟ وهو قاعد في المكتب بيعمل ايه؟ مين بيخش له؟ مين بيجي له؟ مفهوم؟ تحت امر حضرتك. اهم من ده كله بقى انا عايزاكي تراقبي البنت اللي اسمها جميله دي. ايوه فهمت. من الواضح حضرتك ان هي وراها حاجه كبيره قوي قوي. ما تصوريش قد ايه. بشويش في ايه يا حبيبتي؟ حين غلدو انا اتضربت وبقدلت ومبقتش نافعه تاني. ازاي ضربتي من مين؟ البنت المعصعصه المسافرده اللي اسمها جميله ضربتني وبهدلتني وقطعت لي هدومي. قطعت لك هدومك ازاي يا حبيبتي؟ ايوه الجاكيت ده كان مقفول وهي راحت فتحهولي. في ليه بقى كنت انا على اللحم دلوقتي متفضح قدام الناس؟ لا يا قلبي لا ابدا، انا هطلع لك عينيها. ايوه شفتي؟ شفتي انا قصدي ايه؟ انا لازم اطلع عينيها. عايزه شعره ملح. بابا يا بابا. جميله اهلا اهلا حبيبه بابا. عامل لك بقى مسقعه باللحمه المفرومه والصنوبر، هتاكلي صوابعك وراهم وهتدوقي وتقولي لي مسقعت امك ولا مسقعتي. متشكره قوي يا بابا، انا كنت عايزه اتكلم معاك. يا سلام تتكلمي معايا وانا في ديك الساعه لما بنت حبيبتي تطلب انها تقعد وتتكلم معايا، دي ساعة حلوة قوي. بابا انا بصراحة مش مبسوطة من نقلتنا دي، اللي يخلينا بس سيبنا بيتنا القديم. قولي لامك. طب ليه ما تقولهاش انت؟ اخاف ازعلها. بابا انا عارفة ان انت كمان مش مبسوط من نقلتنا دي، اللي يخلينا نسيب بيتنا القديم والناس اللي بنحبهم ونيجي نقعد هنا في اخر الدنيا. امك وقفت جنبي في حاجات كتير قوي وساعدتني لحد ما عدينا صعب كتير، فمش عايزه اقول لها بقى. وبعدين اللي طلبته يعني مش كبير قوي. بابا انت عارف في الشقه هنا ايجارها كام؟ يا ستي مش كتير ولا حاجه. وبعدين وايه يعني؟ انا اقدر ادفع. ده هتاخد نص مرتبك. يا ستي وماله؟ انت ما شاء الله دلوقتي كبرتي وبتشتغلي، وبعدين انا وامك مش محتاجين الفلوس في حاجه. وبيني وبينك هنا مش وحش قوي يعني. يا منير افتح الباب. يوه وكل حاجه منير منير، والنبي وسط اطم من الام والقعاد. الله.